السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في عدد جديد من سعر اليورو والعملات الأجنبية بالجزائر في كل من السكوار والسوق الرسمية بتاريخ 4 أكتوبر عام 2020. والبداية كانت بالجنيه المصري سعر الشراء 8.50، سعر البيع 10 دينار. الليرة التركية سعر الشراء 25 دينار، سعر البيع 27 دينار. السعر الرسمي 16.77. الدرهم الإماراتي سعر الشراء 44 دينار، سعر البيع 46 دينار. السعر الرسمي 35.20 دينار. الريال السعودي سعر الشراء 42 دينار، سعر البيع 44 دينار. أما السعر الرسمي 34.47. الدولار الأسترالي سعر الشراء 127.88، سعر البيع 129.30، أما السعر الرسمي 91.85. الفرنك السويسري سعر الشراء 149.87، سعر البيع 197.04، أما السعر الرسمي 139.97. الدولار الأمريكي 168 سعر الشراء، أما السعر البيع 172، أما السعر الرسمي 168. الأورو سعر الشراء 197 دينار، أما السعر البيع 199 دينار، أما السوق الرسمية 150.29. كانت هذه أسعار اليورو والعملات الأجنبية بالجزائر في كل من السكوار والسوق الرسمية بتاريخ 14 عام 2020. إلى اللقاء في أعداد أخرى.